تبدأ غدا فعاليات مؤتمر الاتحاد الخليجي مستقبل ومصير، والذي تنظمه جمعية تجمع الوحدة الوطنية تحت رعاية جلالة الملك المفدى وبحضور عدد كبير من المتحدثين والمشاركين. التجمع أصدر وثيقة متزامنة مع انعقاد المؤتمر تدعم التحول وتحقيق الاتحاد الخليجي بين دول مجلس التعاون، حيث وقعت عليها أكثر من 30 جمعية سياسية وأهلية على الوثيقة. كما قام التجمع ببث الوثيقة على الإنترنت داعيا الأفراد من دول مجلس التعاون الخليجي إلى التوقيع عليها. وأكد التجمع أن باب التوقيع على الوثيقة سيظل مفتوحا حتى 13 من نوفمبر الجاري، وهو اليوم الأخير من المؤتمر. هذه الوثيقة تعبر عن طموحات شعب الخليج العربي منذ عشرات السنين من القرن الماضي، وشعب الخليج يريد أن يحقق الوحدة بين دوله. نستشعر أن احنا لنا روابط كثيرة، الرقعة الجغرافية متصلة، اللغة واحدة، التاريخ واحد، الآلام التي مرت بنا ولا زالت تمر بنا واحدة، آمالنا كلها واحدة، تاريخنا واحد. ومن هنا يصبح عملية المطالبة بالوحدة المتقدمة مطلب شعبي. وجب علينا نحن الشعب أن نعمل على أن نرص صفوفنا ونساند قياداتنا السياسية من أجل التحرك إلى تفعيل هذه الوحدة قليلا قليلا، خطوة خطوة، مرحلة مرحلة، من أجل أصالح الجميع.